انت جت يا خالتي. ازيك يا خالتي. ازاي يا خالتي؟ ازيك يا ولاد؟ جبتلكوا حاجات حلوه. خد تعالي يا انسان. وحشتيني. انت اللي وحشاني. يا اختي الا قومت من السرير. يو يا نفيسه يا اختي، ده من عجب الحكم امد بالمرض، والبنت وشها زي البدر المنور. بس ما تشغليش بالك يا خالتي. ده الحكيم قال انفكر من فوق في السرير في التشهر. يا اختي ما تحبكهاش قوي كده. لازم تريحي روحك يا انصاف. خالتي حطالي تحت المخده حجاب ولقمه عيش ناشف. لو انت ما بتعتقديش في الكلام ده يا انصاف، طب ده انت مفقوعه عين من ساعه ما خدتي السقاف. يا حبيبتي يا حبيبتي، انا عييت عشان خدت ميكروب مش عشان اتضربت عين. مين دي يا انصاف؟ دي الدكتوره دريه شفيق اللي بتعالجك؟ اللي بتعالج المخاخ الناشفه. يا اختي بعد الشر عليكي، وانت مخك ناشف؟ طب ده انت مخك يوزن وزنبلك. شوفي كاتبه ايه في مجله بنت النيل؟ وريني. لابد ان تتعلم المرأة حتى تصبح انسانة حرة ومواطنة فاضلة. الله كلام حلو. عارفة بقى انا نفسي قوي ابقى زيها، اخش الجامعة واخد الدكتوراه. خلاص يا بنت، مادام ده اللي في مخك وحياتك عندي، نصرف عليكي من جنيه لعشرة لما تاخدي اكبر الشهاية. ايوه بس تفتكري يعني جوزك هيرضى بالمصاريف دي؟ يرضى يرضى يا اختي، ما يرضاش ليه؟ هو احنا ما بنشوفوش ليه؟ ما انا قلتلك قبل كده يا انصاف، ده على طول مسافر. طب ما تيجي تعيشي معانا هنا لغايه ما يرجع من السفر. يا بت ازود الحمل على خالتك يعني. طب اديني عنوانك عشان ابقى اجي ازورك. يو يا انصاف، لما انتي راقده في السرير هتزوريني ازاي بس؟ خلاص نزورك احنا. يا جوز خالتي، ما انت عارف اني قاعده مع حماتي، دي وليه شرانيه. اوعى يا واد السك، اوعى. يلا يا انصاف، يلا يا نفيس. تسلم ايديك يا خالتي. تسلمي خالتي. وحياتك مش هوصيكي على انصاف، الحكيم قال انها لازم تاكل كويس وتقعد في الشمس. وحياتي النبي، ما بطبخ لها الا بالسمنه البلدي، وبعمل لها دايما اكل مخصوص. طب ده انا بحرمه على اولادي واكلهولها بايدي.